إذن السلام عليكم الإخوان، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نهضر على تنسز أو الأزمنة اللي كاينين في اللغة الإنجليزية. إذن في اللغة الإنجليزية we have 12 tenses. Okay, in English we have 12 tenses. كاين 12 ديال أزمنة في اللغة الإنجليزية. إذن أول واحد هو present، كنقولوا present simple، مضارع بسيط present simple. ثاني واحد present continuous or progressive هو continuous، كنقولوا المضارع المستمر. ثالث present perfect كنقولوا المضارع التام. Then we have present perfect progressive or present perfect continuous. Okay، المضارع التام المستمر. Okay، مزيان. هادو أربعة. غندوزو الباست نفس الشيء فيه أربعة وفيوتشر فيه أربعة. الباست فيه باست سيمبل الماضي البسيط، باست بروغريسيف الماضي المستمر، باست بيرفكت الماضي التام، باست بيرفكت بروغريسيف الماضي التام المستمر. فيوتشر المستقبل، فيوتشر سيمبل المستقبل البسيط، فيوتشر بروغريسيف المستقبل المستمر، فيوتشر بيرفكت المستقبل التام، future perfect continuous or progressive المستقبل التام المستمر. غنحاول نشرح لكم بعجاله، يعني غير طرق الاستعمال. غتجبروا غتلقاو اي واحد بغى شي حاجه غتجبروه تحت الفيديو، تحت هذا الفيديو غنحاول نعمل في ديسكريبشن غتجبر كل طون كل زمان مشروح بلي ديتاي باخر. عندي فيديوهات كاينين ديجا، غنحاول ان شاء الله في المستقبل العاجل غنحاول نعمل واحد فيديو نجمع فيه كل شيء بعجاله، عاود شي 5 دقائق عاود نسجل فيديو خاص بهذا الشيء، يعني بالشرح بلي ديتاي. اذا بريزنت سيمبل كنستعمل بريزنت سيمبل ملي كنهضروا على الحقائق العلميه اولا الدايلي الروتين اليومي، شي حاجه كنعملها يوميا. Present progressive ملي كنهضروا دابا حاليا كنقولوا مستمر. I am listening to music. I am eating. بحال هنا I am eating. اوكي. Present perfect ملي كنهضروا على شي حاجه بلا ما نحدوا الوقت فوقاش عملناها كيتسمى present perfect. بحال مثلا نقول I have eaten كسكس. انا كليت كسكس. I have just met محمد. انا يلاه تلاقيت محمد. ما كنحدوش الزمن هنا without mention the time. اوكي. Present perfect progressive or present perfect continuous. I have been eating. هنايا ملي كنقول I have been eating يعني كنت كناكل وباقي كناكل، هذا كيتسمى present perfect progressive. Past simple ملي كتهضر شي حاجه في الماضي، البارح، last weekend، last week، شي حاجه دائما في الماضي، واخا تكون 10 دقائق 5 دقائق. نقدر نكون مثلا نقول 5 minutes ago I was at home. 5 دقائق هذه كنت في الدار، كتستعمل الماضي. Past progressive I was eating. بحال تقول when you called me I was eating. ملي عيطتي لي انا كنت كناكل. دائما كنقولوا فيها was او لا were. كنقولوا I were reading a book. I was listening to music. I was watching a good film. دائما شي حاجه مستمره في الماضي. Past perfect I had eaten. كنستعملوا past perfect ملي كيكون عندنا جوج ديال الاحداث، حدثين مهمين، باش نستفوا شكون الحدث اللي وقع الاولاني وشكون الثاني. الحدث الاول كيكون في past perfect والحدث اللي موراه كيجي في past simple عادي. كاين فيديو ترجعوا الفيديو هذا الشيء بلي ديتاي بالتفصيل. Past perfect progressive بحال هنا عندنا I had been eating. اوكي. Future عندنا future simple كنستعملوا will زائد verb على infinitive. كنقولوا I will go. I will بحال مثلا next week I will go to إفران، ولا next year I will travel to Canada or something like that. Future progressive هذا مستمر. بحال تقول next week at this moment I will be playing football. I will be دائما كتستعمل I will be زائد الفعل ing. okay. هنا future I will have eaten future perfect، وهنا I will have زائد been زائد present زائد الفعل عنده ing. And then thank you very much for your watching. If you have any question try to write it down. آخر طلب نقدر نطلبه لكم، الله يرحم والديكم، عاونوا بجيم اشتراك كما القاعدة. أول مرة غنطلب الجيمات وأول مرة غنطلبوا اشتراكات. مهم زكاة العلم التبليغ، اللي ما فهمش شي حاجة مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.